شوفوا نت بص هيك. والله يا عزيزه ليه كلامي وكلامي انت يعميني فيهم؟ لا شفت الاب ولا شفت الام. ولا عاصم ده زاد وجايين يخطبوا ليه ده. بس يا هي عرفت المكاتب بين عاصم وسهيل. لكن طبعا اهل عاصم ده الناس معروفين واسمين. ايوه في وزاره واحده. اي لا عاصم متمم الجامعه. ليه يا سكينه عاصم؟ وعنده بيحسن الخارج كان ما عجبك كمان. ده كلامي وحاتك الرجل بالرجل، الطيارة تشيله بهنا تشيله معاهم. والله يا عزيزة لو أقول لك بحثت لي لندن، لا أقول لك لإنجلترا. قلت لأسهل ألحق يضوقينا حاجات الخارج اللي بيقولوهم دي. على البريستو ما في مانع يا زولة. ما تقول يا صنوي يا وسالة واحدة. خلاص نخليهم تجيبوا اثنين، واحدة لنا وواحدة ليكم. تفضل يا عزيزة. دحين كان ما تبقى حلة. كان تبقى شنو ده؟ معقول سيها تمسك منك تمنى؟ لو حاته هاي لكن أنا ما حلفتها. لا خلاص بتجيبها لك وتحتبيها هدية منها. ما بدك. لا شكرا على واجبي يا أختي. إن شاء الله يبقى كلك الوليدات. تسلمي يا أختي. انفقعي الليلة انشق النص. الليلة بتطق الطشق. لكن يا سكينة عاصم عارفاه ما متمم الجامعة وما عنده بحسة. لكن دايرة لك عزيزة تبقى تشهى لك في قلبة داك من جوا. ولزوم شنو بس؟ كدي بس. ونار الليلة ونارة. ومليلة الليلة ومليلة. زير ما بيرويها عينه ما بتغمد. هسا قلت لي يا سهير ترتيب الصالون ده كده خلاص ولا نغير النظام؟ سهير شنو؟ ما بتكلم معاك يا بنتي؟ لكن يا سكينة عزيزتي كان سألك وما تسأل؟ يسألن كيف؟ وتسأل دخلها شنو؟ جاي يختي بنتها ولا فرقوا عليها؟ فرقوا ما عليها، لكن انت بلاك عارفاها هي مرو. هيا ليت هي بالمر والمر. وكان سألك ما تسأل يا شيخة؟ ما بتعرف، وبعد ما تعرف هي ها بتقطعوا في مصارينا وبتجي تفتوا قدامي؟ حتى كان ما فتتوا قدامي. كان ما فتتوا قدامي؟ التجول به ما غردي. أنا يبقى زي حقين هين مقطعين الناس في مصارين انهم دوبين. حقين هين بتاع شنو؟ كيفين حقين بتاع شنو؟ حيدر حيدر نسيبه خط المنفلخات دوهم اسكادوهم مجالس على حسابي ده. ماله؟ كيفين ماله؟ ما قالوا ما دي المشروع في كوسكي وما هي 2000 جنيه؟ اها ما طلع مخزن دي بس في المشروع وما هي دي كلها. ما هي دي كلها 165 جنيه و16 قرش ونص. تقولي والله؟ وحياتك انت ما بخدها فيك بالكذب. اها القصر اللي قالوا ساكنين فيه. اها ما طلع اوضتين وبيناتهم دردر واتبخنت وطلعت قش. لكن انت قال لك كده منو؟ قلت لك انا دي
وقالوا الناس جاب من كوستي وكلم على ما هي عرسه مسكوها بايديهم وعدوها باصابعهم وحاتي كنتي دي ما هي كلها قالوا 165 جنيه و 16 قرش ونص حالا جنف شاء زي عجين اللقيمات بل بكم بودر وعملوها 2000 جنيه عليك الرصو شفنا حنا النسوان دين وبوباري لكن هنا زين قايلين الناس نايمين فوق اضنينهم طيب يا سكينة واقتصدوا الناس ما نايمين فوق اضنينهم عليك الرسول يا سهل كان تسوي لي سافوتة بهنا انت كمان انت ما لي قرض بهم ولا لك دعوة بهم والله زين دارانا نسكر نفسنا ونحط مغامنا قدام الناس وانت خايفة من شنو وداير يزرك منه هجنقلة ما هدايرة هم الناس كلهم ومن طرف يمين وشمال وشرق وغرب يكبروا في نفسهم بالزور وبالصه ويتفوججوا عاملين يا دنيا ما فيك إلا أنا سمحت بمنون مسكهم من إيديهم وقعدهم في الوطا وزراهم بالقالو ولا هو كان دولنا نحن وحدنا الشنقر الريكة لكن والله ما كان شنقر الريكة الهينة دي كان شنقر الدنيا وما فيها لا من صغر نفسنا لم نحيط مقامنا متممة الجامعة متممة الجامعة وما مالك فيه بحسن مالك فيه بحسن والعجب عجب وما عجب هداك البحر وانت يا سهير من هالسعد يا حذرك اوعك عزيزه دي ولا غير انت برد لهم بطن بس امسك لهم في متممه الجامعه دي ومالك في بحثه وكدنا في سم حد ساين فيهم بطي تسالني ولا تغلطني عشان اوريها مقامه ومقام لكن يا سكينه سكينه طايره في السماء مالك يا بنت من بلاتك دي والله يا سهير والله يا سهير من حلف بالله ما خلى شيء انت الحق تكتري ولا تقللي معاي الا هسه دي ابو بنيها وطلعوا لنا عنده عربيه مرسيدس وبيتم في البدايه كان قصه ما يا هو عاسك ما يا هو عزك مع البنات جبالك وسويتي لك كده مع عاصم ده أستغني في الانتداب كان من عدمهم ولد متممين الجامعة ومارقين في بيسة كان من قلهم ما تشوف البنات التانيات الما زيك قدرن كلهم بشدتهم ولدتهم عزل ونقل وجمع رقات بالدكاترة والمهندسين والضباط والمقاولين والمغتربين إنه تجي تنقذ لي بكاتب والكاتب ماله كمان عندك نفس بتسألي ما هذا أبوك معاك في البيت العاجبك فيه شنو هدمه المشروط ولا عنقريبه المقدود ولا دخله المحدود دحين من أبوك ده الكتبة كان يبقوا قبلة انت من دون الناس حقك تصلي عليهم عمره كله يزح في المكاتب لا عمر لا جبر بس بفلسفته وفصحته ما فايت خشمه دي مستر اف ماكنتاش كتب عني مستر ليهك سواد ظبط لي التقرير وينو قالوا فيه وينو تظبطوا لي تقاريره الناس اللي قالوا فيهم القول الصح وظبطوا لهم تقاريرهم هديلهم ريسوهم وميزوهم ومهلا عليهم نجا نجناهم حتى العادوهم وعارضوهم رجعوا ورا لقوا بقوا إلا نحن قعدنا عليه ضيقنا وصمت ريقنا ضعنا وسط بين الفايتين وده كله ما كفى جاد دي التمة الناقصة من الجبل الأربعة ما لقت لها عريس غير كاتب انت حس الكاتب ده عرفت عني شنو لما قايمة علي بالشكل ده تم سكت وانا بتبتان وش نعرفني بالدنيا لكن باكر لما انتصر المناكر ما شوف لي زول خطف توب وقات شوفه وجاي تبت فيها انصاص الليالي يقول حردان لما اجي كان ما تجي يا سهير ابوي ما جايبني عليك الله يا سكينة كان جيتي كم ما طردتيني علي الله ما بطردك لكن بتجي من يوم وقال دخول الشبكات هين لكن الكلام ليه قدام باكر يا بنتي لما يزح عليك من مكنة لمكنة ويملك من درج لدرج ويكتر عليه الزحزاح والملميل ويتقل عليه الشيل ويجيك يوم طبقة النصية تحيد أباطه والنصية تبقى قزازة والقزازة تجر أخواتها ويقابلك آخر كل ليلة زي الفاتية طلعك سبب فشل وضيقه وفقره يوم براك داك بتعرفي الدنيا دي كان وسيعة ولا كان ضيقة اللهم من خلاني قديرك وداني عميرك كده هسه خلينا في الهم اللي قدامنا ده قلت لي ترتيب الصالون ده كده خلاص ولا نغير النظام سهير سهير على كيفك كان زعلتي ما تزعل هسه يا بنت ساعة ما زعلوا وانا ومنفوخة كده كان سألوك مالك
كلام اللي قلت لك ده بزعل ولا فيه حاجه بتزعل؟ ولا قبالك البنات وماتي ما شاوروهن ودابروهن؟ ما من يوم من الامات بشاور البنات ودابرنهن؟ وانا الله يعلم بي كلام اللي قلت لك ده انا عندي فيه قصد ولا انت اخرب عليك. انا خلاص ما دام انت راضيانه ما في زول بعارضك، انت سبت الفرصه ومخيره فيها، لكن دي ما كنت مخطوطه ليها ولا كانت محليه ليك. الا خلاص مدام راضيانه رضاك يا هرضان. تاني في حاجه بتجيب الزعل؟ سهير قلت لك خلاص مدام انت راضيانه رضاك يا هرضان. في حاجه تاني بتجيب الزعل؟ لا. وقلت لا كانت عين شفتها في الصالون. انا قلت هجيب الفيديو محل التلفزيون، والتلفزيون محل الفيديو، والتليفون ده ترى في محله ده. تعالي شوفي انت يا سهير. وكان في واحده سالت مني قول لها مرقت. والله يا اخوان بيت اخاف منها. الو؟ اهلا يا عاصم. ازيك؟ كويس؟ ده عاصم. عاصم؟ اي يا بترسي شنو؟ هيك ضرب ليك اساليهم. دقيقة يا عاصم، من شنو؟ مين جايتهم دي؟ جايين زي كم بالظبط؟ وجايين براهم زي ما قالوا ولا زادوا؟ الو؟ دي سكينة. الله يسلمك. عاصم بيسلم عليك. بالله قالت لك تسلم يا اخوي. الوالدة بتشكرك وبتبلغك تحيات. هي برضها مشتاقة تشوفك. قال شنو؟ قال شنو؟ قال مشتاق يشوفك. قول له قالت لك تشتاق لك السعادة. طبعا شافتك في الصورة. بالعكس قالت شيف. تجازي يا سهيل. بتين قلتها؟ نو يا عاصم. اي تقدر تلها. يو بيتر تلها وين يو كم. وده شنو كله بنكتبه الانجليزي ده؟ هي عاد في الانجليزي ده واحد وما بتطاقش. كنت اشبك لك فيه نو اتزمي يس اي كان ويس اي ام اناس كان شو مسكين نو اي كانت يا عاصم كده اللي بتناو يس شيز ستيل هير. طيب مع السلامة. اها شنو؟ قال لك شنو؟ قلت لك شنو؟ يعني ولا حاجة. كيفين ولا حاجة؟ ما في حاجة والله. هاي فداء كيف ما ضربت التليفون هسه قال لك شنو؟ ما قال بيجوا الساعة 7:30 وقال بالمناسبة عنده خاله ومرات خاله، لو قدرهم جا بدري حيجيبوهم معاهم. ما في مانع على يجيبوهم معاهم. أي. ما قلت لهم مستعدين وطافحين؟ قلت ليه؟ هاي لكن طافحين دي ما سمحتك قلتيها ليهم. لكن يا سكينة أقولها من غير مناسبة؟ لا ساكت. أها، ثاني قلت شنو؟ لا ثاني ما في حاجة. هاي كداقي؟ أها. بالإنجليزي. بالإنجليزي كنت بتقولوا في شنو؟ كنا بنقول في شنو؟ أنا عارفة. ما ياهو نفس الكلام اللي قلت لك. لا ما ياهو نفس الكلام. والله يا سكينة ياهو نفس الكلام. ما تحلفي. كان ياهو نفس الكلام ما كنت قلبت مني بالانجليزي. احلف لك يا سكينة. كان حالك في مفسدين. امشي بأسوني. والله يا سكينة ياهو نفس الكلام. ما تعرفي انا ما غشيمتك. كان انجليزي ما بنعرفه كمان. اي كان طب مجننة بها بوكي ما بعرفها. هو قال لك شيء وانت قلت لها بتغدري. وحياتي يا سهير. هو قال لك شنو؟ قال انت اي كان. والله يا سكينة هاي كده اقعد تعال. ومين الاول؟ واحدة واحدة. هو قال لك شنو؟ انت قلت لي شنو؟ والله يا سكينة يعني انت ما تستني لغاية ما هو يجي يقول لك بلا. لا يا سهير يا بنتي وحياتي انت تقولي لي وتسيني على حقيقتي. بصراحة يا سكينة عاصم قال كيف ما قلت لك استني لغايه ما يجي يكلمك برا. لا يا سهير يا بنتي وحياتي تقولي لي انت وترسيني على حقيقتك من هسه. والله بصراحه كده يعني يا عم عاصم قال لي اقول لك
يعني ما تشددي معاهم وكده. في شنو؟ يعني في المهر والعوايد والحاجات دي. المهر والعوايد؟ أه. وانت قلت لها شنو؟ اقول لي شنو كمان؟ قلتيه ليه وقوليه ليه؟ يعني بالتالي ما اظنك تشددي معاهم وكده. تقولي والله يا سيد ده جابوا لك منو؟ ومتين قاولتني ومتين قاولتك؟ ارفع راسي ده اتكلم معاك. شنو؟ الشنينه كده وريني متين قاولتك ومتين قاولتني عشان تسرقي لساني وتمشي تمسكيه ليه؟ بس يا سكينه انت كنت عايزاني اقول لشنو يعني؟ ما عليك بتقول لها شنو؟ عدميه ولا بتعرفي الكلام؟ ما تقولي حاجه دي حاجه انت مالك دخل فيها وتخلي امه ترجع قاعدين بخش ما تعرف تبعت عينه وتفاصلني ولا اظن اتفقتيهم وانتهيت وانا بهينا ما جايبه خبر. اتفقتيهم؟ اتفقتوا بتاع عشان يا سكي والله اتفقتيهم. والله ما اتفقتوا. نعم معروف اتنطط من محله زي ابو الحسين. اوه يا سيد انت عارف انا جنن حاجه يا سمر كده. الولد ده كان طافقتيه ولا ساكت طمحتيه احسن تقولي لي. والله لا اتفقتوا ولا طمحتوا. بس هو براه بقول. بس هو براه شنو؟ ما يعني بس هو براه بقول ان البنات المتعلمات وعضوات في الاتحاد النسائي وكده ما بتدققوا في الحاجات دي. سجم امه. سجم امه كان يا هادي المتكلة عليها. اها وانتي؟ انت رديت عليها وقلت لها شنو؟ اقول لها شنو؟ كافي ما تقول لها شنو؟ فصاحتك وينها ولا معايا انا بس؟ نو اتزنت ما بتعرفيها؟ ما تقول لها نو اتزنت. واي كانت قلتيها ليه ودي قلتيها ليه بمناسبة شنو؟ طيب كيف تقول لي ما اتفقت معاهم؟ قلت لك والله ما اتفقت. وصل اتفاق كيف انه انا يختمك ويبصمك؟ بس يا سكينة انت كنت عايزاني اقول لي شنو يعني؟ اقول لها متعلمة لا عضوة في الاتحاد النسائي؟ سجم امك. سجم امك القايلة عندها بنت سجم تعليمك اللي تعلمتيه يا قشيمة. غشمتي شنو كمان؟ غشمتك كمان انت بتسالي منها؟ انت قبل كنت جيتي تعلمتي ودخلتي الاتحاد النسائي ده. كنت تعلمتي عشان هو يوفر من تعليمك ودخلتي الاتحاد القشراني ده عشان هو يشوف ويرغب بدخولك فيه. ها بقول له كنت اصوره جابت لها ام رقوش استهبال انت من يوم الليله ده استغلتي من الاتحاد القشراني ده وبقيتي حره نفسك. انا شوفي الفلوس كمان تاني يدخل بيها. اما ده تعليم واتحاد قشراني. ما انا عارفه. المعلمات والعضوات زي في الاتحاد النسائي ده سمعت ممنوع رخصوا قيمتها عشان تعليمها ولا حطوا قامه عشان ادويتها. ما هديرهم كلهم من طرف الانسان شالون ونوم ماتوا في لسانهم ودفعوا فيهم دم قلوبهم في شنو ما جابوه في شنو خلوه ولا عشان جاد عندنا. اما ده خبر والله. هقول له انا اللي بقاطعه وبفاصله لاني لا متعلم ولا عضو في الاتحاد. نشوف بيعمل شنو؟ أنا يجي دخلنا أنا والعفش مدرسة نحو اللمية. كده ضرب لك من وين يا أخي؟ سيد؟ ضرب لك من وين؟ من البيت. عليك الله ما تجيبوه لي؟ ليه؟ ما لي غرض لك دعوة، تعالي جيبوه لي. أجيبه لك تقول لي شنو؟ أقول له الكلام أنا ما بعرفه هو قاعد في سرجه. وداعي شنو بس؟ ما بعرف. داعي تجيبوه ولا لا؟ ما بجيب. والله يا سيد. لكن يا سكينة أقول لك. لا تقول لي لا أقول لك. لحد هنا حبايب. وبعد ما تنهريني تاني في شنو؟ لكن الفيك تعرفت وما يا هذه طريقتك وما يا هذا كلامك كم ما تكون يا سهر تافقتي وابوي ما جايبني. قلت لك ما تافقت. والله تافقتيه. تافقت. نعم قايله كده ولا بعيد عليك تعمليها؟ لكن مبروك عليك ومبروك عليهم يا هو رادك ويا كمرته. وكان اتكان اتفاقكم ده كان مقابلني انا. أنا من يوم الليلة دي برفع إيدي بوسي خشمي. كان لا تجبي أعود ولا بعديل تعالي كان إنت كان أحشو لي فراق وتحرم علي من يوم الليلة من لين منك ومن راجع ليك. وما يعني أنا سكينة الكعبة دي من يوم الليلة برفع إيدي بوسي خشمي. لكن بعدين كنت يجوا أمرجع لكم زي ما بديتوه في المكتب بلا شارع. تعالي تمي هنا براك وكم نادي ابوك السجنان ده كمان ناديه. لكن السكينه دي حرام عين انت شوف انت انقد.
والله هذا توبي وهذا دربي مارقة أمورج. لكن شد حيلك لا كلام الناس ده ما عيرش ده بقول لك انا امك سخينه دي قبال الناس اللي ابو لساعات مستحيل اقدر اقول راجل اتنعل ابو العرس على ابو اليوم الجابه وانت معقول يتم معاكم عرس خد كلميه بس شنو امسك كلميه بس تعال يا سيدتي ما بتك ازعل والله طشك مالي غرق هيا بيتي خارجي اهلا بلا غلط نعم السحر بتريح من القبل الاربع خلاص تلقاها هسه منفوخه واقفه زنبار انا عارفها لكن والله ما كانت تزعل باي كانت تنشق النص انا بدي اوحد وما بطاوعها سهير يا سهير شنو كده تعالي يا بنتي يقعدوا يتحنسلون ويتملسلون ما يمرقوهم مني ديلا سهير سهير اي ما انا في رجاك يا بنتي والله الواحد الحاجة ما لقيت منه في أيام عريسة وجدتها قد ضابة كان قالت بتلقاها بعد فوات العريس وفوات الجدة سهير سهير أي ما تجي يا بنتي نال لغاية الأربعين كان بتدوم القيامة كانت تقوم انت مرقت مالك يا سهير واقعد أعمل شنو بس انت زعلانه كده قايله لي ما شايفه تكلمه بالمفتوح بالمفتوح بالمغطى كان في داعي هاي في داعي انا احنا استلمنا ولا هم السبب هنجي حاسبون في شيء غبي ولا في شيء مجهول ما كل حاجه مفهومه ومعلومه هالعرس احنا ما بدينا ولا دار يجيب عندنا زياده ما دايلنا لكن ما قسم بنقبل بيها انت يا المدنقره دي شنو خلي شنو من هسه احسن تقول لي عديل دار عرس مسخره ولعب ولا دار عرس زيكو زي البنات كيف يعني ما بعرف دار ياتو كمان كان عاصم ده غشاك ولعب ده قول لي سهير سهير شنو لعب عليه لعب عليه بس عشان يا سكينه بابا ما لعب عليه بدار طحني هالشكل بس حاجه واحده دايرها منك تقيفي بعيد وتخليني معاهم بذاته ما في بتتشبر في عرس قال له ما في سؤال الله خلق ليش ما خلقوه الا جنس ده لا بخاف ولا بعافى ولا بتمر عليهم مرحب ولا استهبال ولا مش كلامي ده اعود اها زي ما قال كله اخوات وتحاسبوا التجار انا اجي حاسبوني ومن هالساعه انا مستعده ليهم والله العرس ده مدي اتكلموا معاها تجوط الدنيا اسكتوا لا تجيب الوطن يا ست ايه الجماعه اللي جايين اي انا 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 شفت الافندي هو هو ذا كويس والله يا ست انا كنت عايز اشتغل معاكم لكن يعني ابو عاصم ده يعني ظل ما كويس شنو مين ما كويس شفت وين بتعرفوا من وين عشان تقول عليه كلام بالشكل ده ولا عايز تفتح لي الموضوع من هنا انت كمان لزتك عشان تقول لي الكلام ده والله اللي لي ادم الكلام ده يدفي فيه انا ما حسيت ابوك يا سهير ادم ايوه يا ست خلاص جبت المسجل ايوه يا ست خلاص امشي خدهم كويس امشي مالكم؟ مالنا؟
ما انا داخله كاري ومش عارفاها اكون لابس. قلت لها امسك المسجل كويس معايا. اه يا بنتي لكن بري لابسك معه وطولي بالك. براه لي عماد دي مزنطر داير يمرق. وما يمرق كم مرق؟ يمرق كافين يا سهر يا بنتي. ما بحيرنا وخصوصا جاي علينا عزي. اصحى قال لك كمان قاعده اغشغش فيه. كان قاعد كل ما يرفع راسه اقول له خليل ساعدك في شغله المراسله اللي انت دايره دي. يقوم يسكت ويقعد. وكمان على عليه مرتين 475 جنيه موفرين في دفتر المستضيف. وطولي بالك معاه يا بنتي وبردي نفسي. نافعني. كده هسه خليه يجيب باقي الحاجات دي وتولي ترتيب انت ترتيب الصالون. كويس. قلت لك ابوك يا سهير. انا مرقت له البدله الرماديه والقميص المشخر. ودي بدله يلبسها يا سكينه؟ لا نلبس شنو؟ ومال؟ ما بجددها. هو قاعد يلبسها؟ انت براك يا سهير يا بنتي شفتيني؟ كم مره اديت القرص عشان يمشي يفص؟ قعدنا في جايات لقيت الترز قافل فضلت على الزراير ونسيت اخشاهي وليوم الليله الهدوم جنب القروش يا مان نحن السجاجه والساعه العجميه والعفش. سهير يا بنتي انت قايله ابوه ده الخمره خلت له بال ولا فكر؟ ما بقى زي الولد الصغير. الولد الصغير احسن كله نفض ايده دي من الدنيا بقى لا يمه الطالع لا يمه الناس. غايت يا بنتي بريه والله ابتلانا به. نخليه يلبس خير من غيره. اها انا مرقت ينهن هو القميص اديت الادم غسل الكواني. انت امر المركوب واديه قطع خليه يمسح نظيف يديه له كويس وخليه يحلق ويدخل الحمام يستحمى ويلبس يقعد جاهز كويس. اي اها انا ما بتاخر. وانت ماشيه وين؟ واصله السوق وجايه. هيا يا سهير اوضه النوم اجابوها ليله واحد بالتسهيل رفيع ريسه. مالك ان جبنا لك زيها؟ حاسس يا هدى بيوديك السوق؟ ده وغيره. اصلي قلت واصله اجيب لك ذهبي. فقلت امر على امحل الموبيليات واشوف الاوض اللي عندهم واعرف ازعله انما بعدين نسبت الدنيا. بالله عليك الله يا سكينه بلاش فضايح. اجي عشان جاب الفضايح. حاسس ماشي تعملي ده؟ في زول سبقك عليه؟ والله يا بنت الدنيا دي كلها سبقتني عليه. وما في ام بتحدد مهر ولا غيره. كان ما في الاول عرفة البيها والعليها. والنسوان دير كلهم في الاول بشوف انا دايراتن من ما دايراتن والبلزمي من ما بلزمي والبصوفن والبخلن والبترقد لهم في ايديهم بارده دي حتى بعد البترقد لهم في ايديهم بارده. هاي البترقد لهم في ايديهم بارده. مال الوحده مديالها زول طول وعرض تخسر. واصله عرس ولا تجاره؟ وكان عرس. العرس فرقه من التجاره شو؟ فرقه ولا ما فيش بلين مي؟ يا اخوان كيف ما فيش بلين مي؟ التجارة دي ما يهو الزول بشوف البضاعة الدايرة وبدفع ثمنها لسيدة وبشيله وبيمشي. العرس ما برضه كده. الزول بشوف البنت اللي بتعجبه ويدفع حقوقها وواجباتها لها هلا ويسوقها ويمشي. اهي لكن يا سكينة. لكن شو؟ كده انت مين؟ الله ما خلني. سمحت لك بس الدكان ادالها حاجة بالمجان ولا زول وحبيته ساكت؟ هي لكن يا سكينة. لكن شنو ما هو عرف الجاد؟ هل احنا لا بديناه ولا جينا نخالف الناس؟ ومن يوما النسوان بلدنا البنات ايش قالوا يتعمل في تربيتك؟ يقعد انشي حضات الله يعرس ليه انه يعود انت عدو فيه. الله يا بنتي انت ما عارفه حاجه سواكي. يا ما في بنات فتح بيوت اهلهم بعرسهم. اهلهم هدوا وبنوا وتكسوا وتعشوا وتدشوا. ويا ما في بنات عرسوهم بهنا وما تنقامن الحج بهنا. ورجع مخم خمات لا خلا ثياب لا خلا ذهب لا خلا مسجلات لا حتى انت يا بنتي امك شاحده ربها ده. يعرسوكي بيه هنا وتقوم الحج بيه هنا. ترجع مخمت خيمه لا تخلي تياب لا تخلي ذهب لا تخلي كرسياب لا تخلي. بالله عليك الله يا سكينه كان تربطي ده بهذا. ومالك ربطته بس كده ما تربطي. يا اخوان الرسول عليكم كوفى لي قريشات من قريشات العرس ومشيت حج الدين في انكار؟ اها شنو لها؟ ما قالوا ما فيه انكار. لما يوفر لك قروش امشي حجي واعمل اللي انت عايزه، لكن حسي الحج ذكرته اصلا ما هو المعنى واحد؟ لا ما واحد، لما يوفر لك امشي حجي. لا انا هسح كلامك ده عشان قدمت النية. اي. لكن يا بنت النية من يوم ما قدمت؟ هو يا سكينة العرس ذاته يروح عشان تقدميها ولا تأخريها؟ تمام. سكت. لا قدم لا آخر. أصلي قديمة عليك كلامي ما أرجعه ولا غلط في غلط.
ايوه مريضه لا مني ولا غير. لكن جبت كنت قدمتها؟ ما قدمتها ليزو، قدمتها لا الله خلقني ده كان يناديني كان يخليني، ودي حاجه ما بتذم بيها، لكن انت بتقدري لي زي ما بتعرفي لي. انا حاسه زميتي؟ ايوه زميتيني في حاجه ما بتذم بيها، وبالك البنات ما تنقدم النيه ما زمنها، وهذه بتقول دي ما فضلت علينا ولا على تقديم حج. على حسب احس خطوبه بنتها ساكت، ما فتحت لها حساب في الكنتين، وقالت اسيد الدكان بسدده لك يوم سد مال بنتي، مال بنتها ما زمتها. بتقول دي منو؟ بتقول بتفضيل الحيه دي. تقولي والله يا سكينه وحاتك انت ما كنت عفيك بالكذب. اما دي مره ما عندها زوج؟ حاشاها من نوال والله كلها زوج. والله قطره زوج ما عندها. ماله ما عندها زوج؟ هجنقله؟ اي هجنقله والله لا هجنقله ولا حاجه. لكن قولي ساكت تشناف. انت يا سكينه بتتكلمي كيف؟ اللي بيدخل ده في ده شنو؟ الحساب. قولوا سد المال ده يا هم بيشيلون بصرون وبعلقون ولا هو بصرفون فيه هاك يا فحام فيه؟ حتى كان بيصرفون بيصرفون مقدما. هاي ما هو صرف كان مقدم كان متاخر. لا ما يا هو انت بس ساكت بتهون الامور تبسطيها. هاي تهويني وتبسطي لي الامور خلي وخلي البعيد هذين نحن وهذا حسابنا في الدكان طار راح. اهل لك اجونا سابت الديك وادونا فيه ولا خير 2000 ولا 1000 جنيه فيها شنو يعني كسددنا منها حساب الدكان؟ ما يا هو كله ده الحساب يدخل في الحساب وكسر ده يمشي لجبر ده. وهو حساب الدكان كم؟ حساب الدكان براه ولا اقول قصد الثلاجه والتلفزيون والفيديو البوتجاز ده تراه انت. لكن والله دير كله ما زي الدكان حسب حوجتنا ليه. انا سالت من حساب الدكان بس كم؟ والله يا ساري يا بنتي لو امبارح القريبه دي جمعوا لي على العربي وصل 125 جنيه. طبعا هسه كله وقفنا من حاجه يسيمه جرور. على العربي ذات وقفنا الا بالتحانيس خلانا نجر الحاجه الضروريه. وانتوا كيف تخلوا يوصل لحد يا سكينه؟ تساليني انا ما تمشي تسال ابوك النص ساعه جاريه انا اديها لسه اجيب ورماه ده. لما هسه حذرت على العربي قلت لها من لين واحده ما تجري لي اليوم. وبعدين يا سكينه؟ بعدين شنو؟ هسه حالتي قلت مارقه ليه نفيسه بتخوجي. سمح ده قال يونس وانا الفريق ده يتلمنوا دايات التدلهم في خد. قلت كان بدلني اول واحده ادخل معاه. الفقر ده قدري ما حنشته ابا مينو ده؟ ما ادم قلت له عليك امان الله والرسول القروش بدل ما تخليني قاعدات تاكل في دفتر البوسطه. بالله عليك الله يا سكينه ادم ده مشي لمين؟ وقال لك راضي؟ حتى كان راضي ملي ما تشيل ما قلت لك ذاته ابا احسن. اها بيقعد علينا سابتي حتى هم قول لو قفليها علينا من الجهات العشره يا عميني يا سيرو يا طرشني قبالك بالبيت اللي وقفت في حميه نسابتها ضد هاي المحتاجين. انا وقفت في حميتهم؟ كنت وقفت في حميتهم خلاص اكثر من كده ما داير مني شيء. انا شديد عليهم بعد كده بس زي ما قالوا قول اخوان وتحاسبوا تجار اللي جو حاسبونا. انا ما بتاخر قلت لك ابوك يا سهير اوعي تخبري مني امشي يخفز بيناكم يا صفو تاني ما يتاسم كويس واوعى يقول لك اديني قروش تقومي تديه اليوم كويس وشنطتك دي منها الساعه دي سيئه ما يشوفها كويس وعشان ما تعشمي ما قلت لك كويس. ها يا بنتي خلي اليوم ده يمر بسلام ما يمشي يطين ويجي يطين علينا وعلى الضيوف اللي معانا. انا ما بتاخر تعال تعال هنا تعال هنا. انت قبل قلت شنو؟ انا كويس منو؟ شفتوا وين تعرفوا منو عايز تقول عليه كويس؟ اتكلم. ما يا سيدي انا ما بعرفه. وكنت ما بتعرفه كيف تقول عليه كلام بالشكل ده؟ ما كلمني ولا كان شغال معاهم. الواد كان شغال معاهم كلمك قال لك شنو؟ والواد بيعرفني من وين وبيعرف علاقتي بعاصم من وين؟ ما اصل يا سيدي نحن كنا قاعدين في القهوة. اها. بعدين الافندي عاصم ده جه ماشي بالشارع. وبعدين؟ قام الولد قاعد معي اشر عليه. قال ذاك الافندي اللي انا كنت شغال معه. قام طوالي ورانا. وراكم شنو؟ قال الافندي عايز اعرس واحده شغاله معه في المكتب اسمه سهير خليل. انا طبعا عرفت الحكايه ونقشت الفيلم طوالي. قلت له ايوه بالجمال انا شغال معه. قام طوالي حكى لنا الحكايه. حكى لكم قال لكم شنو؟ بس ما بتزعل يا ست؟ ما بزعل قول. والله يا ست الولد قال ابو عاصم ده يعني زول ما كويس. ما كويس كيف يعني؟ والله يا سيد قال راجل شديد وشراني وجبار روحه مهرقاه اقل حاجه يناول فيها مقف مرته اولاده كلهم مقفته. معقول يا ادم؟ والله يا سيد وانت قايله ولده الخبيث اللي نقل ليه؟
ولده الكبير تاج السر؟ أظنه هو مش النجل؟ أي هو الطلب النجل عشان أبوه ما نزل المعاش وقعد معاهم في البيت جننهم جن. وبعدين؟ بعدين يا سيد بس ما اتكلم زول ما بكلم زول ابو عاصم ذاته ما عاوز عاصم يعرف ده اللي صاحبك قال لك كده سمعهم بيتكلموا سمعهم بيقولوا شو ما هم يا ست توا علي بالشاكر بعدين بعد ما اخو عاصم الكبير طلب المدريه وسافر ابو عاصم قال عاصم ما يعرف هسه عشان هو محمول وعايز يساعده في مصاريف البيت قام عاصم قال لا الا عرف قام ابو عاصم ضرب عاصم للقوميه وانكسر قام عاصم زعل ومرض من البيت وقال ينتهر قامت امه كوركت وسكلت وجرت بوراه والولد صاحبي ذاته جرت بوراه ومسكوه ورجعوه البيت فيا سيد الناس يعني بتتعب معهم الولد صاحبي ذاته قام اكلمك اسمع يا علي صاحبك ده فيه؟ فيه ان قلت انا اجيه هسه مش هنادي لا استنى لما تخلص شغلك بعدين امشي نادي كويس بس اسمع الكلام ده اوعك تجيب سيرته لسكينه فاهم؟ لا لا ما ممكن اوعك كله كله ما ممكن ما ممكن ابدا أنا مش ناديتك؟ لا يا فندي الحقيقة يا أميرنا ناديتك ولا مش ناديتك؟ يا فندي ما كم مرة أنا قلت لك لما أناديك تجي طوالي؟ آه يا فندي ما قلت لك ولا ما قلت لك؟ قلت لي لا جاوب بلا أو نعم قلت لك ولا ما قلت لك؟ نعم نعم شنو؟ نعم قلت لك ولا ما قلت لك؟ نعم قلت لك وفي الأول أنا ناديتك ولا مش ناديتك؟ ناديتني وسمعتني ولا ما سمعتني؟ سمعتك وقبل كده أنا قلت لك شنو؟ قلت لك شنو يا فندم؟ ما تتهرب جاوب دغري مش قلت لك لما ناديك تجي طوالي؟ آه يا فندم لا آها جيت ولا قعدت تتأندل؟ جيت في عينك حيوان بجر أنا لما حلقومت قرش بغادي آدم 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 وإنت ما جايب خبر ما يا فندي يا سلام يا أخي بيشنو؟ ما آدم باش ده يا ستي كمان بيشنو يا آدم؟ آدم ذهي وما عايز شغل وما شي بيع سجاير بس على كيفك بيشنو يا أبوي؟ ما الشبشب اتنايل ابو الشباشب طيب انا هجيبه لك لا يمشي يجيبه هو طيب يا ادم امشي جيب الشبشب جيب الجردل شوف ما صدقت يا جردل شيل الجردل طلعه برا يا جردل شيله ايه انتوا الترتيبات دي عشان جهة الجماعة مش كده يعني زي كده ايوه لا بقى ظبطوه كويس ان شاء الله كده حقتك يا ادم يا سلام ايه يا بني ادم في زول بيعمل له حقة مربعة الله يكون زول حقته حسب وشه وشك مربع ها ها انت الحقيقه وشك ما قلوص انت وشك ما جغمز ايه تنباكك ده من علي العربي ما كده لا لا من سلطان الكيف سلطان الكيف لكن تعرف يا ادم ايوه سلطان الكيف ده صنعته بقت ما زي زمان كيف ما الولد جابه جديد في المحل دي ما بيعرف يمطره كويس ايوه ما زي المعلم ذاته ايوه اسف بالمناسبه ظهر واحد جديد لكن ما تقول لي تنباد زبط سفه واحده تجيب الراس في محله وين شفت شارع الشنقيطي
تمشي فيه طويل لحد ما تقرب من اخره، بعدين تسال اي واحد تقول له دكان ال لا افندي لكن ما بعيد. اي هو بعيد لا لكن انتم باكزر فكدين تجربوا. اسي انا كل مره بمشي اشتري منه ستوك بتاع يومين ثلاثه اخلوه معاي فكدين تجربوا. كويس. ثاني اصلك ما حتشتري صاغوت من واحد ثاني. كويس كويس. اسمع يا ادم. ايوه بس عاوزك في مشوار مهم. ما الشغل يا فندم؟ لا 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 قريب هنا قريب هنا لعلي العربي. ها كويس. حاجة بسيطة تتناولها منه وتجي راجع. ها كويس. فيها حق سينما. كويس كويس. تعال لحقنا اديك الورقة. كويس كويس. لكن شوف. ايوه. الورقة دي تديها يا هو براو. ها كويس. اوعك تديها له قدام زول. كويس. وبعدين لما يديك له الامانه تجي تدينيها براي. كويس. اوعك تديني لها قدام زول. ها كويس. فهم انه عندنا مناسبه في البيت وانها مناسبه مهمه زي ما تعرف جداً يعني. جداً 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 جداً. طيب امشي انت استناني انا اشوف الشبشب واجي اديك له ورقه. كويس. يلا بسرعه. اوه جبتيه انت. ها يا سلام. شكرا كتر خيري. الله يخليك. لكن على باليمين زي ما قلت لك الصالون ده عملت فيه عمليه جرديه. ظبطتيه خالص. هما جماعه حيجوا زي الساعه كم بالضبط؟ حيجوا الساعه 7 و اقصد 7 شوكه. 7 و 7 تثبتي على واحده 7 شوكه. 7 شوكه. لا عال اكسلنت اكسلنت. هو الولد قلت لي اسمه منو؟ اسمه عاصم. عاصم. عاصم عاصم حسنين. ايوه عاصم حسنين. ايوه تمام اتذكرتها. عاصم حسنين. عاصم حسنين. نسبتك ديل الظاهر عليهم طماعين يا سهير. ها كيف يا ابوي؟ ما هو في الاسم ساكت بدل حسن طابق له حسنين. ها هو قلت لي في المعاش ما كدي؟ اي كان كدي امك تعبت. ليه؟ وهم ذاتهم تعبوا. ليه يا ابوي؟ بتاعنا المعاشات ده انت ما بتعرفيهم ما ناس ناشفين جلدا. القرش عندهم قدر صينية العشاء وعند امك قدر صينية الحركة. لكن تعرف يا زهير؟ نعم. قصة الفيلة. الفيلة لما تتصارع تعرف اللي بيتأذي منه؟ بيتأذوا هم طبعا. ما بيأذوا بعض؟ الحشايش اتهد كرعينهم هي اللي بتتأذي. واهو امك وحسنين ده لما يتصارعوا انت وعاصم اللي هتتأذوا. امك عشان القرش مستعدة تحطم اي حاجة قدامها ما يهمها. فانت وعاصم اللي هتتأذوا. لكن ما تشيلي هم. ها ما تشيلي هم. لما تجي ساعة الحارة بكرة حيجي ملاك الدين فيهم الجوز. ها فما تشيلي هم. ها هي وين دلوقتي انا ما سمع لها صوت. ها راحت السوق. تجهيزات ما كده يعني؟ لا عظيم عظيم جدا. لكن علي باليمين زي ما قلت لك الصالون ده زبطتوه بطريقة مدهشة. بالمناسبة أيوة سكينة طلعت لك البدلة الرمادية والقميص المخطط. لا اكسلنت اكسلنت عال جدا. يا سلام يا سلام. لا كل شيء جاهز بقى. بس فاضل انت تجهز. لا جدا جدا. I will be ready within a minute. ها بالمناسبة يا سهير. نعم يا بني. أنا كنت كلمت أمي قلت لها إذا كان جات مارجة ولا كده في أمانة تخليها لي عندك. إن شاء الله تكون خلتها. ها أبدا والله يا بني. يا بس والله. وبعدين يعني على العموم ولا بعدين ولا حاجة اديني منك انت. بس أنا معك. ورجعت أمك تاخدي قروشك على الدايرة اللي بيك. ولا كلمة. جهز المبلغ. ها بعدين يا ست يا ست. أيوة. يا ست. أها الأفندي عايز نسرني لعلي العربي والست الكبيرة قالت لي كرست لك ما تمشي. وبعدين يا آدم؟ أنا ما جيت أكلمك. اسمع يا ادم. أيوة. اعمل نفسك مشيت لعلي العربي. أيوة. بعد شويه تعال راجل قول لعلي العربي قال ما بجرر نقديه ولا اي حاجه. بنت لا. فكره كويسه والله فكره كويسه. لكن سكينه بتريح.
انا اسجي كوبر مسجون فوقه جوني الحبايب وجابوا لي الرقو عيني يا زازا ببكي وبهاري انا ببكي فوق يا ولاد القبائل فوق ابتهجوا افرحوا وارقصوا ما تقعد لي مخشبين زي الباش كتب كده وعطوا لفريق القطاطي يا الزازة رحي اخويا ليلى اخويا اخويا ليلى وفدا السلام 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 يا بنت شحيطة والله والله لو سمعت الغنوة دي عندها لكن هو صار صوت ولا قمرية والله علي باليمين لما انت تقول لك كده وتقول لك بكي بهاتي انا بكي انا ما بعرف احكيها صوتي ما كويس والعجيبة لما ترقص هي عاد عودة مفارع ومليان شاسة طويل لكن عامل أصلك ما صدق تقول فيها عظم والله العظيم لما تنزل لك في التمتم ده وتعمل لك كده هتك 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 واتكسر واتحطحط وما اعرف حاجه ما عندي المؤهلات بتاعتها وظريفه ظريفه جدا ابدا ما ماديه مع انه علي بنيامين البلد دي كلها كلموها وكتفوها ما تعمل عينك العرق اللي بيسووها ما تقول لي عرقي دنقلة ولا خنوة ولو انه دنقلة ذاته عرقيها إشاعة إشاعة العرق الجد عرق كرمكول والخندق وده ببقي إلا منين علي بالي يمين أربع مرات بالحساب تخرج قصة الكبريتات ترميها في القزازة يعمل لك كده شايف الخبرة؟ عارفينها؟ والتالتة عملنا كده بالراحة عارفة التالتة من دبلنا بيكون الله طبعا اتخصصت ما فضل لكم حاجة غيره ما زي ده داجر ونحن نرجع العرق الداشر شطبت ونحن زادنا شطبنا يا ولاد القبائل يا فنجرية ما هالقلاية عندكم 10 ولا 5 جنيه دير يعني دير الله والرسول والله رجع عليكم مع ما يدور الشيء انا عارف اليمين ده لو معركي داجر ومغشوش ما كنت بكلفكم ها ولانه طبعا ما فيش كلفه بين الاخوان وكده فقلت
ما تحندكنا كده هاي نقول ان شاء الله 3 جنيه ولا حتى 2 جنيه ان شاء الله بنعرف نتم هذا طريقتنا ها بنعرفكم والله اولاد الحلال مشيتي في روحنا ازاي ما تعمل لنا القروش كده يا شيخ شنو يعني نقنع جنيه جنيه شكرا كثيرا منك يا ابني والله كثيرا من غلبة بهاتك دي لكن سمح كلمهم قول لهم كلها كندلوها لنا في البنوك وابنوها عمارات تاني دور وخلونا نحن بهينا مش الهاتين ها انا علي بني مين انا اللي قدامكم ده قرشي ما قرشي وعلي بني مين الفي جابي في جبل اخوان والفي جبل اخوان زي الفي جابي وعلي بني مين القرش ما بندسه والاخو قاعد بيراجع عطشان والقاعد فقداه البهجه والمسره عندنا للجميع فور ايفري بودي وعلي بني مين علي بني مين اذا كان غيرنا بنوا عبرات تاني دور نحن اللي قدامكم ده بنيناها قوه هو 10 دور أفضل ده بتسمعه؟ والقروش القروش ذات مغفلة ده شنو ده؟ والدنيا ذات مغفلة علي بالمين لو بتجل الزينة ده كنا قلبناها بهجة ومسرة for everybody ده شنو ده؟ دي الحقيقة شرب ثاني فيلسوف يا ابو السباع بس الدنيا ما فهمك هذه فلسفتك ريحة تشاك الصالون على اثنين طابة شن بتوبة انت وحين شنون بتحجو انت آدم آدم تعالي آدم أجري أجري جري حصل نبعد من الباب جري اللي بنصلتك فيها يوم واحد بس يوم واحد بس شوفوا أنظم لهم كيف نظم نفسك وشغلك وبيتك وروحك في الاول تنظيم بالاجمالي مش بالقطاع يا مغفل انت ادم ايوه سوقوا سوقوا دخل جوا خليه يغسل راسه ده ها واعمل لك قهوه مره قوام يا ادم قوام كويس يلا يا فندي يلا خاصي بمشي معايا بس ركز اسمع ايوه تعال هنا انت شغلان بتاعت الحكومه لسه عاوزها ولا خلاص عاوزها خلاص لقيت لك شغلانه مضمونه وثابته بس عاوز نكت بتنكت ايوه بنكت بتنكت ايوه يلا امشي كتابي نجي نتفاهم جوا هناك كويس 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 ها امشي كتابي كويس ها امشي كتابي والله الله يبارك فيك اهلا تنسك السعاده
اوعى نكون بدرنا في جيتنا ولا كده. لا 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 في مواعيدكم، لكن احنا في الاول ما خلينا بالنا يعني لدى الباب. ياكم كلكم دحين ما قلت في ناس جايين معاكم. ايوه ايوه عوض و... واولاد واللي هي شقيقتي كلنا متوقعين قطر يصل بدري، لكن زي ما انت عارفه السكه حديد ساعتها بقت بيوم. يا خساره. ايوه خوفنا نتاخر لا هم يصلوا ولا نحن نصلكم. صحيح، لكن لازم لما نجوا يجيبون يزورونا. لا ان شاء الله ان شاء الله. عن اذنكم. تفضل. عفشهم زينه يا حاج. ايوه. بضاعة ما بطالة، ولو انه ده كله في نظري ما مهم، المهم البيت ذاتها واهلها، بيت ناس ونصابة طيبين ده المهم. اما حكاية عفش ومش عارف والتلفزيون والفيديو ده، دي كلها حاجات فارغة. صحيح. بس يا ولد قلت لي حكاية ابوها سكرجي دي كذب؟ والله والله يا ابوي هو جايز بيشرب لكن ما سكرجي. اتفضل يا حاج حسن. مدينة عاصم. خلاص يا آدم خط الصينية وحصلنا قوام بالشاي. كويس. آدم. أيوة يا ستي. البوتجاز أفتحه بسيط. كويس. شرفت وآنست والله. الله يبارك فيك. وسيد خليل لسه في الحمام ولا شو؟ لا بعد كده خلاص بيكون قرب. عاد المويه دي ما كلامه معاها تاني. ايوه في ناس كثيرين بالشكل ده. والله كان له مرات اصلا ما يقولك من الحمام. عاصم ده واحد منهم. ما قالوا الراجل بخلقوه من طينه نسابته. صدقوا والله. والله هسه احنا لما نكون مارقين لنا زياره ولا جنينه ولا سينما نخلي خليل ده من بدري يدخل الحمام. عن اذنكم. اتفضلي. ما تراها ظريفة. ظريفة؟ بتهياليك ساكت، لكن قالوا عليها أكبر بتكلم. حقه يا أبوي. حقه كلام الناس ده أنت ما تسمع. كويس. نشوف. بس المهم كلامي قلت لك ما تنساه، ها؟ كويس حاضر. أيوه. حب وزفت دي حاجات هناك ما لنا دعوة بها، ها؟ حاضر حاضر. أيوه خليك اعتيادي. كويس. واقل من اعتيادي. كويس. ما عاوز كبكبه ولا رجفه ولا اي حاجه، مفهوم؟ كويس كويس يا ابوي. كوكوكو من هسه بديت تكاكي. هاي شفتوا غباي؟ مين جبت شبكاكم خليل في الحمام؟ خليل في الحمام. اتاري مرق جبال وقال لا ده مواصل هنا قريب يشيل له فاتحه ويرجع. لكن ما بيتاخر، انا ارسلت ادم يقول له انتوا جيتوا. اشرب المويه يا حسنين. مدينه. عاصم. ومال العروسه وين ان شاء الله؟ العروس مشت الكوافير، لكن هسه بتكون راجع طلعت بدري. كوافير؟ وهي طوال بتمشي الكوافير وكده؟ على طول الخط. اربع مرات في الشهر ده غير المناسبات، يوم وساعات اللي بتمشي فيهم معروفات ومحجوزات مقدمه. وهي الوحده بتدفع كم في المره الواحده؟ والله بختلف، لكن الكوافير اللي بتمشي له يعني سهير بتي ده 20 جنيه. 20 جنيه؟ ده غير مشاوير التاكسي والباكشيش. ما تقولي دي براها ميزانيه. هاي صحيح، هاي لكن ما صالون بيستحي. كان قط النظام، كان قط النظافة وتسريحات ما في بعد كده. العجيبة زي كلامك ده ذاته وأنا قاعد أقول لسهيل. قمت أقول ليش شنو كده بالإنجليزي؟ عاد في الإنجليزي ده واحد وما بتتطاقش. بالله. والله
أصولا ما كانت بتنقص من النمرة الكاملة، ويوم اللي كان ينقصوها نمرة ولا نص نمرة عاد حرامي يا سهيرة. اليوم ده ما شجحناك إجزاء الدنيا، ظاهر عليها قلوبها حار حار وبس. أنا هي قال لك عندها شغلة بلا الكتب، زمان رجعتها من المدرسة وهسع رجعتها من المكتب، بس على بال ما تتغدى وأكل ولا عليك فيهم. قلت لها والله يا بنتي كان قال السمح ما أكل ما كذبوا. أها تقوم تطفي تدخل أوضتها وتكفل عليها، والله بس فكي ودخل غاره. والله والله لما نشفق عليها. لا القراية دي ما كويسة ما بطال. هاي كويسة لكن زي قراية سهير دي يا عميني. والله يا حسن إن خد شاي العصر أنا وأبوها وفضلت خيركم كان معاه بسكويت كان كيك كان تورتة ونقعد نحيس عليك كده لما نفتو حتى يسهل نجي مارقة. بعد ذاك نقعد بسلامتنا ونشرب شاي العصر وناكل معاه الموجود كان بسكويت كان كيك كان تورتة كان بديفور. حتى بعد ذاك خليل يلبس يمرق على أصحابه في الأنداية. بسم الله الرحمن الرحيم. وسهير تقوم يعني تدخل على اوضه الثانيه ما تمرق الا وقت التلفزيون. لا والله مجتهده وخصوصا في الانجليزي ده. والله يقعد يقول كده يتقابل لك وابوه ويقولوا كده يرطنوا لك نانشيلو ما بتحرك تقول ده الخواجات نزلوا من الطياره هسه. لا والله جميل جميل. كمان ابوها ذاك ما كلامه ثاني في الانجليزي برضه شديد فيه وده بشده. والله يا حسن انه كنت يقول كده يقوم لك عليه نان قايله بيتلج نان قايله بيتلفت نان قايله بيتنفس. ما خشمه يا ربي بجيك وتسالني زي المكنه. No, it is me. Yes, I can't. Yes, I am a nurse. وانت الصادقه. والله لا ناس مستر اف ماكنتوش دي يقولوا له والله انت بتنطق زي ما الله خلقه يا ابو السباع. لا والله جميل جميل. وكمان علي العلي فيلسوف. بالله. والله الا اقول الناس ساكت ما فاهمه. كنت بالفلفل صدير كان اجيبه من مستر اف ماكنتوش بينكم. دحين انت اشتغلت مع مستر اف ماكنتوش ده؟ لا لا ابدا. ولا دي هيك سوارس؟ لا ابدا، الحقيقه نحن لما جينا هم كانوا خلاص قطعوا وشهم من البلد دي خلاص. يا خساره، يا ريتك لو اشتغلت معاهم وخصوصا مستر اف ماكنتوش ده. والله عاد ما اعز عليك. كان صاحب خليل ده الروح بالروح. كان يظبط لخليل ده جنس تقارير اصله جنس ما في. لما فيهم اولاد الحرام وسحبوهم من دوسيه وخلوه هسه معلق بين الهوايين جازو. لما عشان كان غايزهم فخافوه يتلقى قبالهم ويفوتهم فجا سحبوا التقارير من دوسيه وشرطوهم وخلوه لها سحيته لا معلومه لا مفهومه. وهو شافوا لما سحبوا التقارير او لما شرطوهم؟ اي كان شافهم مكان سلمهم البوليس وبهد الحال. طيب وعرف كيف؟ ما دي حاجه ظاهره. ها كان ما شرطوه راح انوى هو كذا في الاول عرف كيف انه التقارير مظبطه زي ما بتقول. كيف نعرف كيف؟ ناداه الخواجه ذاته وقراه له وكمان مضاهم فيهم. لا اذا كان الخواجه ناداه وقراه له ومضاه فيهن بتبقى تقارير بطاله. ابدا ما حاتك. لا 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 ما تحلف ساكت. اللوائح الاداريه واضحه. الواحد إذا كان تقاريره كويسة لا بيشوفها ولا بيسمع بيها، بس لما التقارير تكون بطالة يقوموا ينادوا صاحبها يقروها له ويمضوه عليها. أبدا والله. والله خليل ده عنده تقارير أصله جسم ما في، حتى ناداه الخواجة وقراه له. لا لا أنت ما تغلطة، هو عاصم. يا عاصم. أيوة يا أبو. الواحد بيقروه تقاريره ويمضوه عليها أمتين، لما تكون كويسة ولا لما تكون بطالة. طبعا يا ابوي لما تقارير تكون شنو يا اخي ما تنطق لما تكون بطاله يا ابوي. فما تغلطي ساكت. القوانين دي الواحد فينا حافظها في راسه ده الشا يعني صم لغايه ما شيبتنا. فما تغلطي وما تحلفي. تعالوا قلت لك حاجه عارفاها متاكده منها. والله الكتابه اصل جيسه ما في حتى قال فيها شنو كدي هسه كنت متذكرها. No, it isn't. Yes, you are a nurse. لا 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 كلام يعني كده معناه خليل ده افارم عليه وبراوة عليه. زول كويس وزول بيشتغل شغل زي الساعه فلازم يترقى اول واحد ويدوها اكبر وظيفه. جايز. ما قلت لك دي حاجه انا عارفاها متاكده منها.
هكا الزوج تبع عليك بطال بضحكك ولا بهادي؟ اها مستر اف ما كنتش دخان بهادينا والله اصلا ما نزل الاجازه وجانا ايدينه فاضيه. زينه العجيبه ريس هيردي والله حاجه كدي في سوق انجلترا خلاها لها ما في. زينه ساعه اللعبات بانواع والجزم والشرابات. والله زينه عاد ما خلى لكم شيء. لكن قول الكلام كلام اللبسه الجاهزه. والله عاد يا بديله اعميني نظيره في البلد دي. كنت البسها ريس هيردي يا عاد في جهلتها ما كان الصبي هنا وما بغبغة. كنت اقول كده الترتيب ليه؟ وحلاتي 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 وحلاتي. بعدين كان الاثنين ما بتقدر تقلي. اها كنت البسها لبسات مستر اف ماكنتوش دي وعلى السحر فيها. والله يا مدين والله يا حسنين ما يفضل لك شيء الا تبلعها بلبستها وجزمتها الجاهز يعني لبستها الجاهز وجزمتها دي. غايته مستر اف ما كنتوش ده كان ظريف خلاص معانا. هم فعلا فيهم ناس ظريفين وخصوصا مستر اف ما كنتوش ده والله عاد يعميني نظيره. طيب هسه سيد خليل ده ما يتاخر علينا؟ لا بعد كده بكون في السكه ما بتاخر. ايوه بس كنا عايزين نخلص من الموضوع ده بدري شويه. صحيح واصل دلوقتي العشاء وجب. اي وجب. طيب احسن الواحد يصليه بالمره. اي احسن لو سمحتي خلي الولد يناولني المصلاية. ها الولد ما مش ينادي خليل بجيبها لك انا. طيب اعوذ بالله مرة ما بتتغلط. وانت ذاتك ما كنت تحرره معاها يعني كنت عازانيها خليها تتفسح فينا يعني. وذاته سيد خليل ده الظاهر عليه مكسح بجوه ده ولا شنو معارف. يا عاصم. ايوه يا ابوي. قوم امشي بالعربيه وشوف ناس خالك عوض اذا جو جيبه نتعال قوام. ها حاضر ما تتاخر. كويس حاضر. المصلايات طايرة للجداد للقدام ما لقيت واحدة فيه لكن هذا مشكلة جديد بنشاه ما بسهلين. يا كافي البلد المصلايات للجداد للقدام ما لقى واحدة فيه. انت عاصم وين؟ عاصم ابوه رسلوا لنا قالوا يشوفهم كان القطر دخل يجيبوا نيجي ان شاء الله يكون لي اختي ان شاء الله. يا مدينة سامح على اذنك يا اختي. اتفضل يا اختي. مرديته مرديته وجاي يسوي شيء. امشي ارجع من محلك قلت شو محل مهار وجيب يا ست. انا حط 100 تحت امشي هسه انا ارجع. يا راجل يا راجل حي 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 الحاج صلى عليه فرشته للبشكير. اسمع لك الاذان اذن وقال بدل ما في جامع قريب هنا خلينا نمشي نصلي يا جماعه. لكن يا الشكيه لا الله ده المصليات للجداد للقدام ما لقى واحده فيه. ما ترى الحاله. لكن يا بنت امي واحده ما لقاها فيه. والله لكن دير كل همم وجعتني يا مدينه يا اختي زي السجاجه العجميه جابتها امها الله يرحمها من الحج ليه خليل ده سجاجة عجمية تعلقيها صورة وتتفرج عليها. وما لقيتوها؟ نلقاهن وين يا بنت امي؟ وقال لك براهن ما معاها ساعة خليل بقى عفش قديم. وما عرفتوا الشالن؟ ما عرفناه. في الأول اتهمنا الخدام وقلنا نسلموا البوليس. خدامكم؟ لا 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 القبال. أها لكن خليل أبى قال ما في داعي. والله كان تسلموا البوليس عشان ما تبقى له أدبه. هيكر علي لما كنت سلمت البوليس. إلا قلت لك خليل قال ما في داعي وما إنسانية. بس قلت لك تفزفزك دي كل مرة مجنينة ما إنسانية ما إنسانية. يا أختي ناس عوض أخوي جو. بركة جو يا أختي. سكينة؟ أي؟ أنت عوض طلع قلبي عرفتك. بعيدنا نحن؟ نعلى عوض راجل عبيلة. نعوض عوض راجل عبيلة.
هذا عديلة ذات جات معاه. خلاص حكاية باظت. الله يبارك فيك. حاج زيو الاولاد كويسين؟ انا لما اطلع من الاسباب بدير حمشي امشي ازورهم في البيت ان شاء الله. كنابيره دي؟ سعرتي شعر البنات. يا بتروحي قولي باروكه. ابدا والله يا عوض. يلا يا عديله تفضلوا. عديله ازيك يا عديله؟ كيف حالك؟ الله يسلمك. يبارك فيك. الله يسلمك. الله يعافيك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. تفضلوا تفضلوا. ازيهم؟ الله يسلمك. الله يسلمك. ازيك يا سكينة؟ بخير الله يسلمك. الأولاد كويسين؟ الله يسلمك. وين أبجن؟ قاعد. ولسه في جنو ولا خلاهم؟ لا طبعا خلاهم. يا شيخة روحي قولي كبر. كلنا الكبر عقلنا وعقلنا. كيف انك يا عديلة؟ الله يسلمك. أولادك كلهم كويسين؟ الله يبارك. أنور وبهية وعادي. أنت وين يا أستاذة؟ أنور بقى أستاذ ثانوي عالي ودلوقتي في خور طقر. وأما السيد بهية اتزوجت وجابت بنت والبنت الثانية في السكة ورجيلة دايرة طرشك. وأما عادل دكتور عادل من فضلك بدرس طب في غسلافي. زينة والله إن شاء ربنا يزعدهم ويزعدكم بيهم بركة النبي. شكرا كتر خيرك. زينة والله. الله يبارك فيك. أوعوا تقولوا لي دي سهير. يا ها والله. الوالدة يا سهير. أهلا. أهلا وسهلا. حبابك. الله يسلمك. صلاة النبي. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. دي خالتك عديلة يا سهير. الحين بتتذكريها؟ أهلا. أهلا وسهلا. أصلها ما كانت تنزل من كرعين عديلة. هس أوعي توريها لنا. كدلنا شوفك تعرفني. يا بنت يا بنت بلا قطع معاك. خش يا عمي خش. خش يا سوير. يا سلام. ازيك يا سوير؟ ازيك يا بنتي؟ ما شاء الله عيني بارد. سنة يا جنى. مبروك يا دختي. الله يبارك فيك يا خال. عليا اليمين موس. الله يبارك فيك. مبروك جزيلا. صلوا على النبي. اللهم صل عليه. وكمان زيدوا النبي صلاة. اللهم صل عليه. وقولوا وراي مبروك يا عريس مبروك. مبروك يا عريس مبروك. مبروك يا عريس مبروك. ولد اما قلة حياة ترازي اقعد. والله زي ما قالوا يا ابني الجنة خال. شايفين؟ شايفين عادل خاله؟ قمره وماشيه كدال. والله شربت وانستو. وين يا سكين؟ جاية. لا يا ست، إذا كان على المويه شاربينا، أما العشاء ما فيش مانع، جاهز؟ جاهز. علينا بيو وما تنسي سرويس البصل. حاضر. كده تعالي يا سهير. لا، كل شيء ولا سهير. لا ما مشى شغيله، بس دقيقة وترجع عليكم. إذا كان كده معلش. ايوه عادي. تفضل يا بنتي. ولد يا ولد يا ولد شد حيلك شويه. مين يا خالد؟ اضبط اعصابك. كلنا لها. تعرف يا عاصم يا ابني؟ ايوه يا خالد. سويرتي انا لو ما شلتها في رجلي دي ما كانت تنوء ابدا. لكن مبروك يا ولد.
الله يبارك فيك يا خال. الله يبارك فيك. لا مبروك ولا حاجة. قمنا؟ أي قمنا. يا ولد ما تسمع كلامك. مبروك. لا يسمع كلامك أنت. أسمع يا ولد. أوعك تتورط من حس أنا بحزن. تدري الناس؟ الحين كان قالوا الحي بيلاقي كذبوا. والله أبدا يا سكينة ما كذبوا. بنات هي قدر شنيها عديلة. غايته دابا بتمشي. لكن والله يا سكينة لو شفتيها حلوة حالك. حلوة حالك؟ ما ضروري. والعجيب لا ترى مكمل السماحة. والعجيبة لو سمعتي أجيب دم دمي خشوب مسكاة وكاد أجتب بجأت وطوالي وفجم زينة والله. هسي انت خليل الدار تناسبه ده شفته؟ يا الله هاي شفته. شفت سكره قلة فكره؟ ودي مالك ماله ما يسكر ما كله يسكرنا لما الله غفر لي. وشكرك به؟ ده تناسب لك واحد سكران حيران؟ انتي لما ما عندك قلب سوي لك قلب في دواء حد بطل. اها اللي انا اشوف ده بيخص خير الضوء. والله؟ والله. شوف الله اهجن لك يا ولي روحي سير شو اللي بتطبخ كده وحاتك انت دي ما بصدق والله دي الا من الهيلتون وحاتك انت وتفداك دي دي سهيل اي ولد ايوه يا خال كان كده انا من الليله وزيرك وميزي معاك جدا يا خال ده طبيخ بنوته يا اخوي دوريمي فاصوليا يا شيخ سامح انا كذابه هو وينه من هو؟ ما نسيبك الدار تناسبه. يا سلام، ما شايل شي فاتحة وجاي. ما تحس انه البشيلة، والله ده حياتي كلها، لا شليه فاتحة لا دخليه بيتك. وانت عرفتي كيف؟ لك منه كم سنة؟ كم 100 سنة، مالي ما بسأل، والله أخباره كم ما زاد ما نقص. أها، شوف عملك الكباب. كباب كمان؟ أه. كباب شيخ. الله. واحدة تانية يا سكينة كبابة تانية يا سكينة اها شنو لك؟ الله بقى قلت لي ده شغل الخوية بيدا ايوه حياتك انت دي والله يا سكينة الكباب ده ذكرني ايام زمان ايام الرصيرس ومستر هكسويرس وزبيغ انجلس عشمري شيرش يا عشمري شيرش البوطة علق انا اجيب في الاكل والحاجه هسع ما جا منو حسنين هاي وسي ذا البيت ذاته يا احنا بحصلكم بعد كده والله العجله دي كلها بس عشان عوض بقى الجعان جعان وبس نجيب بقى الاكل عشان اوريكم هذا ابو عاصم والله يا خال اكلمه لا بالله يا عم عيوب عليك بعديله خليك عاقله اخوك ده انت عارفاه وخلينا بعد ما نمرق من هنا مستورين وبعد ده انت وهما خيرين ايوه اوه سيد عوض مرحب يا حاج ازيك يا راجل اشرقت الانوار اهلا اهلا ازيك يا حاج اهلا كيف حالك كيف انك ان شاء الله كويس ازيك يا راجل الحمد لله صحه كويسه تمام التمام الرطوبه لا كويس عالي والكلى كله تمام ما شاء الله كيف حالك الله يبارك فيك عديله اهلا يا حبابك ان شاء الله كويسه الحمد لله الله يبارك فيك باقي يا راجل لما انتبهوا على الخطوبه حتى انت تدونا خبر والله يا عوض يا اخي هي ما خطوبه بالمعنى المفهوم ايوه بس قلنا قبل ما نبقى على الخطوبه نجي نشوفهم ونعرفهم واذا عجبنا الحال الباقي اللي قدام ده كويس لكن اقول الحمد لله انت طلعت بتعرفهم وكفيتنا شر السؤال الحمد لله الحمد لله وهو صاحبنا جو ولا لسه؟ منو ده؟ سيد حسنين ولا سيد اسمه مين ده؟ سيد خليل؟ لا لا قالوا بيجي هسه جاي جاي والله يا عوض انا ايوه في الواقع مما جيت هنا ايوه بديت يعني الاحظ اها يا حاج هذه يا حسين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله تبارك الله اها اهلا شفت عينك التسريحات اللي قلتها ليه؟ اهلا لا حكايه جميله خالص ما بيستحق انا ولا ما بيستحق لا دي تستحق وزياده كمان ما شاء الله اهلا أهل. يلا يا حاج اهلا بيك يا حاج يا حاج
لك يا حاج يا سيد عوض هو صاحب البيت لسه ما جاي يا اخي. انا بالانابه عنه بحصلكم. والله هو خليل ذاته ما له كبير غلط بالعشدة. والله زمان من خلي حكايه حقت حاجز مع عشدة. ايوه والله بالكثير كلهم فوليك ولا بسكومات باللبن ولا حبتين بيض استقول لهم مع شويه زبده ومرمه. الله يشوف يا حاج. يلا يا جماعه كلنا نساء على رجال على اطفال كلنا كيفين عاد علي الحرام كلنا حاجه. قومي العروس عن يميني سنن الوزير والعريس عن شمالي. مدينه تقوم تقعد جنب رايك كده بيها. عديله حرمنا المصون تقعد بوساط اخوك ولا عايز لك صاديانه يا عديله. والله نحن كان خليتونا علي الحرام تقوم يا حاجه. يلا عديله. انا ما دير ما خلاص عوض حلف. يلا يلا ما. يلا عريس يلا عروس. يلا يا بنتي يلا ابو الارسال تعالي تقوى. تفضل يا حاجة عديلة. مستعدين؟ قول بسم الله تظلمك ايدك وعينك. ريدي؟ جو. قالك يا حاج زهير دي ما كانت تنوم الا في رجلي دي حتى بعد ذاك امها سوقت رجلها. وعلى صحيتها تبكي وتقول لك الدنيا ناس عديله. كانت بتقول لي عديله دي امي. ولعوض ضيع ابوي. وين الكلام ده كان؟ في الرسالي. كنا جايين على الحيطه بالحيط. يوم كنا يا حاج مقصينه معانا. ما يفرقني الا النوم. طبعا يا سهير يا بنتي في الزمن ده كنت تنبوشه صغيره كده ما بتتذكر. هسا انا اقول خليل ده مشى مع الناس الدافنه ولا شنو؟ لا دافنا الناس جو منها بدري. والله انا ذاتي مشيت على ذاتي. والله يا نحن ذاتنا يعني كما كلام خطوبة سهير دي. ايوه الجاي زاده ما كانت بتكون علينا. ليه؟ شافع حالات الدنيا عليها اصلا ما صدق عمره سنه ونص. والله محزعه قد زي بنت الخنازير تحلف تقول بيسقوها ما يتلفون. مسكينه والله. وعياها شنو؟ ولا حاجه بس اسهال. لأنه كانت بتلعب في الشارع. هبشرك بعد أذان العشاء. وأذان الصبح قال الله أكبر. قال المسكينة أدت الروح. الله يرحمها. والله كان شفتها هلدين. دايم يكفروا عاديين. ليه ما موحدين ولا شنو؟ موحدين. والله العجيبة يعني كان شفتها ذات أمها دي. I'm free. ده شنو ده؟ انا زين كنا نشوف ده شنو؟ ولا يهمكم يا جماعه ولا يهمكم. يلا قولوا يا جماعه. الله حي. اي ام فري. يلا يا عريس يلا. فريدم فور ايفريبودي. داوروا السكينه. يلا. تعالي بس شوي. دقيقة. داوروا. اول يا اخي. And freedom for all. يلا يا عريس قول ولا يهمك. عاوزة تصغريني في الجنة. الله عديلة وين؟ وين عديلة؟ يا عديلة الكلام ده ايه؟ في شنو يا اخوانا؟ ما تورونا الحاصل ايه بس؟ لا ما بصوا. اسكتي انتي. اجروا تعالوا تعالوا اتفرجوا وشوفوا الحاصل. يا مدينة يا حاج يا جماعة الكلام ده مقطع. اهلا اهلا اهلا. طيب تعالوا يلا عديلة يلا نجي نعمل شنو يا عوض؟ ها؟ يا هدى نسيبك ها؟ لا يا حاج الباب ده ما ينفتح بعدين يا عوض لك علي الحرام ما تقول حاجة. علي الحرام ترجع وتقعد وتهدى وتقعد. يلا يلا عديلة عديلة يلا عيب يلا يلا. حاجة واحدة عايزة منكم بس تراعوا شعور البت المسكينة دي ما عندها أي ذنب. اي تصرف منكم في غير محله جايز. خليكم عادي. مغفل ابن الكلب ده كمان يغلطني. حاج قلنا الباب ده ما نفتحه.
ما تستاهل والله. والله لو تعرفوا ظروف خليل ده ما تتكلموا ابدا. ما كنا قلتوا من الاكل لكن ما عجبكم ابدا. والله اكل ولا فندق السودان. ما كنت بتقردن فيه وكدي. هتلاقي ست تلقاكم بتقردن فيه وكدي. انا مشيت قفلت الباب من السكران ده قلت ما يجي داخل علي. ايوه فعلا الايام دي السكارى كتار جدا. سكر شيء والواحد يقعد يكورك زي المجنون كده شيء تاني. والواحد بعد ما يسكر كمان تاني شيء. يسهر انا ما جات. يا جماعه عيب عيب الكلام ده. يا جماعه ما بتعرفوا الجاب علي الحرام ما تجامروا تاني لا بيني وبين كل الابد. ما بتعرف حاجه اسمها مجامله مع ان لما تطلعوا انتوا من هنا حرين خلاص. ايه ده؟ هذه يا سيد جاتلي انتم مخيرين معانا في عروسكم انتوا نسابتها. كان بتبخسوا لها اكله قدامها كمان بخسوا. معقول؟ يلا عريس يلا يا جماعه ما تخلوا الا العظام. ما تقولوا حمد بجبوجي بجبوجي رخص وعمو قرقوش. والله جابوا لنا سيد اللبن مفطوم. هاس هادي يتولد امره بقى سيدته. ايوه والله حاجه كده مخليها لي وما العيش البرسيم ايوه ليه الحلاوه والبسكويت دي مرتبه لهم واتخواجات. والله بس بقى السلطان تلابس يا بنتي ده كله عدم الاخ والاخر. والله يا عوض كم مره جاتنا مناسبه وادري ما اديناها فيه. حلفت عاد يا سهير الحمل ما ينضبح. لكن الليله اللي بقت عليكم انتوا براها نالت ادم وقتلت على الضحك بالتصول. الا لكن ما حضرت الضبيح كانت ما بتقدر. فعلا صعب. صعبه والله انا ذاتي امها. وين يا زول؟ والله ام سوري اي ام فيري Very, very sorry. الشيخ فهد حتى مسك الوقت ده كله. تقولي شنو بس؟ تقولي شنو؟ هسه قلت سلام. السلام عليكم. اهلا اهلا ابو خليل اهلا. عوض بسلم عليك. ازيك يا عوض؟ مرحبا ابو خليل. تعال جاي كرسيك فاضي. شكرا شكرا يا اخي. سبقتكم سبقتكم. جبروك في بيت البيكا. ايوه ايوه ايوه. الرسول يا خليل امها ما سكتت من اللي كانت بيسوقوا فيه ودان. سكتت سكتت. الرسول تاكل يا اخوان. يلا يا عريس يلا يا جماعتكم. الله حاجه عديله. سلامات. مرحب ابو السباع. تفضل جاي يا اخي سد الفرقه يا اخي. شكرا شكرا يا عون كثر خيرك يا اخي. يا والله ما عنديش اي نفس يا اخي. يا اخي ما بصح يا اخي كرسيك فاضي. والله زي ما قال لك يا عون نفسه كله كله مسدوده. ايوه بدري ما خط الاكل يا هدي حالته. ربنا يشفيه. سلامات. مرحب ابو السباع. مرحب. استغفر الله. يلا يا جماعه تفضلوا. الله يلا عريس يلا عروس. دحين انا كلمتك يا عمر. لا ابدا السنه دي خلاص خليل ان شاء الله انا والحي. لا والله جميل. قرب رجال خير. انا احنا الاثنين بنقوم سوا. لا والله يا عظيم. يا هس هي بنت كانت مقيدانا. قلنا سهير تتعرس بهينا ونقوم احنا الحج بهينا. لا والله كويس. قلنا الموت بحياه ما معروفات. فعلا. احسن الواحد يحج من بدري ويقابل ربه نظيف. صح هاي. قلت لي خليل عادي ابو السباح كان تمشي هناك وتلقفوا رجالنا وتقوموا تكونوا ما تجيبوا لنا خبر. وفيه عاوزه كلام دي؟ عاد كان بتخجل يا ابو السباع. لا جيت العب. ده انا ام سهير. ويعني ويعني الواحد يلقى بلد الحور صبع خلق دي. خلقنا ما لا لك خلق السيرون. وبلد الحور. طبعا بلد الحور زي ما كلام انتهى. طيب 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 الحمد لله. يا حاج
خلاص خلاص الحمد لله. هيا مدينة هيا اخوان انت بجيبوا حلو. لا كله ولا سكريات. يا جماعة يا جماعة ما 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 بدري بدري يا جماعة. خلاص اخذنا كفايتنا. لا 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 كريت جاملوا شوية زي ما قالوا زاد الحبان له مكان فكده كده كده جامل شوية. خلاص الحمد لله. شباب والله العظيم انا لو ما البطني حاج سكاكين شغالة في جوا فكده كده باصوا باصوا شوية. خلاص يا اخي خلاص الحمد لله. على العموم زي بيتكم اعتبروا نفسكم في بيتكم انا موجود انا يا اخي كتر خيرك يا اخي بس لو سمحت عايزين نغسل ايدين. لا جدد 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 عمانه يا ولد ادم جيب الغسيل بسرعه يا ولد ولو انه حاج ودي حقيقه يجب انها تنقال اي حاجه تتغسل بمويه ما اسمهاش وسخ الوسخ الحقيقي هو اللي ما بيتغسل لا بمويه لا بصابون لا بنزين ولا دراي كلين ده هو الوسخ الحقيقي. ها عادينا ازيك ازيك يا مره يا عظيمه الاولاد الاولاد ازيهم كويسين الحمد لله. وين ابن الكلب ده انور قاعد هي از انلكي ما عندوش حظ. تعرف تعرف عاد تعرف انه زويرتي احنا كنا خدنا نعمر لكن انت سؤال رايت انت سؤال رايت يعتبروا انه زادكم في بيتكم ها؟ خلي الناس خلوهم مش يغسلوا شاطر قفلي اوعى تفتحي بوزك غير فاهمه؟ دي الناس خلاص بعد كده بقوا اهل كمان بعد الناس بفجنوا تاني والله اللي يرشهم باللبن انا ارشه بالدم. وين العريس؟ تعالي يا ولد تعال يا عريس العريس النافض الكيس ابشر ابشر بالخير ابشر بالخير يا ابني. تعال هنا علي باليمين علي باليمين يا ابني اهنيك وقعنا في اعظم بيت وده كلام مش بقوله عشان انا ابوها لا 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 امشي اسال اي واحد من طرف يظبط لك عنها اعظم تقرير إذا قلنا الهبت عادية وعمل الجمهور لبغة ويعتمد عليها المقدرة شي إز كابابل أند ده كلام فارغ ده يا أخي يا حاج يا حاج وين؟ يا عديلة 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 يا حاج وين؟ جاية جاية اسال اي واحد يظبط لك على اعظم تغيير ملحوظات عامه تغدر المسؤوليه ويعتمد عليها تحب حتى تشوف الجيران والحيوانات الاليفه تقدس الحياه الزوجيه ومباشر عليك والدليل والإمضاء وأي حاجة تخليك مصرين خلصة فاهم لنا؟ أيوة فاهم بس دقيقة ما أعرفك ما شيء أي عربي كويس بس دقيقة أشوف أبوي عايز يروح لا جدا جدا إذا أمشي أشوف أبوك وتعال وماله يلا يا ابني امشي يا سلام يا سلام جود جاب فيري فيري جود جاب يا سلام يا سلام والله يا بنتي عرفت تنكي يا ابو عواد يا سلام يا سلام ابا ازيك يا عوض ازيك يا راجل يا امير الله يا سلام يا حليلك يا عوض الله يبارك فيك لكن كبرت يا عوض ايوه والله كبرنا الراس خلاص بقى مزرعه قطن لكن انت الراس انصلع والضرس انقلع نحن يا عوض نحن ما زماننا فات وغنينا مات سلام سلام يا عوض لكن نحن مشيتنا الكبار ايوه والشغل الكبار فيه الصبغ بس فيه الصبغ يا سلام يا عوض يا سلام يا سلام يا سلام يا حليلك شوف يا عوض ايوه ما تشيلوا هم
اطلاقا اطلاقا من ناحية القرش دي ما تجروها ان شاء الله. بل في بل ما في بل عندنا على عندكم نشهيهم وندخلهم بيتهم وكان الله يحب المحسنين. ده كلام الرجال. انت بتعرفني يا عوام انا بدي القرش قيمة ابدا والله. انا علي في اليمين قرشي ما قرشي والفي جبين في جبل الاخوان والفي جبل الاخوان علي باليمين زي الفي جبين. تمام والله. وانا انت بتعرف يا عوام انا ضد الاغنياء ضد الاغنياء على طول الخط. ليه؟ ولو الشعب بيسمع نصيحتي ما يعرف لهم بناته. ليه؟ انا اقول لك ليه؟ لانه دلوقتي نحن في جانب والاغنياء في جانب. ايوه. فلما يجوا يعرسوا مننا طبعا بينكوا ما يختاروا الا الجميلات. صح. فبعد شويه يا سيدي لما انت ذاك حنلقى الاغنياء والجمال في جانب ونحن والفقر والشرف في جانب. عظيم. تخسر معانا يا عم بعدين. طيب دقيقة واحدة. شوف انا ضد عشان كده انا ضد زواج بنات الفقراء الجميلات من الاغنياء. الله يديك حقك. طيب جاي دقيقة. يا سلام. الله يديك حقك. يا حنينك يا عوض يا حنينك يا ابو الرجال. يا سلام يا سلام. الله يكلمك. يا سلام يا سلام. دقايق اشوف الراجل مزعج دوي. كويس انت شوف الراجل ده وتعال. النهارده صباح يا عوض. ايام الرساله يا عوض. عجب الرجال الرجال عجب الرجال. يا سلام يا عوض يا سلام يا سلام يا راجل يا امير يا حليلك يا حليلك يا عوض يا حليلكم يا ناس يا امراء. يا سلام يا سلام. خلاص عرسه وباظت. ايزي ما تزعلني. ما يمكن عندهم شورة وكده ريحة ما في. ايه سهير is the game up? Yes. I am sorry. I am very, very sorry. أبوك آسف يا بنتي. ما تشيل هم يابا. مني أنا؟ لا يابا لا. أنا زي ما وعدتك. أنا ما كنت عاوز أشرب. وفعلا ما كانش مفروض أشرب في يوم زي دي. ما في حاجة يابا. يخص عليك يا عوض. يخص عليك يا عوض. ولا كلمة ولا كلمة عوض. حصل تجي أمك تحمل لي أنا المسؤولية. خلاص لقى فرصتها وحيبقى البيت جوا ألعب بديل. مبسوط؟ وإنتي مبسوطة؟ وإنتي ذاتك مبسوطة؟ أنا مالي دخلت ولا ملكت ولا شربت ولا أديت مشارك أقوم جساب وتمشي أشرب. ما من هنا حزتك ورحتك فجيتوا اديتوه حق الشراب وفرطتوا فيه وخليتوه يشرب كمان برخت له بدي الساعه بين متكذبه علي. اديتوه حسب دي الرسول عليه كم ما اديتوه عشان يمشي يتعطن زياده. الرسول عليه اديوه عشان يمشي يتعطن زياده. خذ يا ابوي امشي اشرب واعمل اللي انت عايزه. نو 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 نيفر نيفر اجين. لا يمكن الحصل ده يتكرر مره ثانيه. كتر خيرك يا سهير كتر خيرك وبارك الله فيكي. أنا بقيتي تكوينان أمك الوليدتك ده جزاي وأقل من جزاي. لكن محنتك داري تجريها معاه ودي شدي حيلك لها واستعدي لها. بشد حيلي وبستعد لها. عظيمة عظيمة يا شهير. وأنا قبل لما قلت لك عظيمة أنا كنت عارف لكن أأكد لك إني مش هأخذلك. أنا متأكد يا أبوي. وعشان تتأكدي زيادة أمشي جيب المصحف وأنا أعرف لك. ليه يا أبوي؟ من غير مصحف أنا متأكد. لا أمشي جيب المصحف دلوقتي عشان يبقى كلام جد. كده كلام جد يا أبوي؟ أنا عزبت بطيلة برغبتك واختيارك مش مجبور عشان ما تكسر حلفك وكفاية اللي حصل من سكينة. سكينة حلفته المصحف يا قلبي. وما أنا
وقت فراغ من الليلة حجرلك لغاية ما تنوم. والله والله يا سهيل. والله يا أبوي. ولما يجي العريس ينضم للجوغة. والله يا سهيل. والله يا أبوي. وتعرف حتى قصتك دي لازم نكتبها. لا 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 إلا قصتي دي. إلا قصتي دي. بالعكس يا أبوي، تعرف لما تكتبها وتخلص منها حتلقى نفسك اتخلصت منها نهائي وكبرت عليها كمان. والله والله كلام معقول. معقول يا أبوي. والله كلام معقول. كلام معقول يا زهير.